السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. البنك المركزي إقصاء الدولار من التعاملات الداخلية ونظام جديد للتحويلات الخارجية. حريق الحمدانية، سوء الإدارة المحلية يتسبب بكارثة إنسانية والإهمال المتهم الأساس في القضية. حياكم الله. في نهج مغاير السياسة السابقة، يحاول البنك المركزي تثبيت ركائز أسلوب الجديد في إدارة التعاملات المالية، استغناء عن الدولار في التحويلات الخارجية من منصته في العام المقبل، وأيضا إقصاء الدولار من التعاملات في الأسواق المحلية. هاي السياسة الجديدة تأتي كنتيجة طبيعية لاتفاق البنك المركزي مع الاحتياط الأمريكي، وهذا ما يعد انتقال نوعية في إدارة السياسة النقدية، انتقال مع الأدوار التنفيذية إلى الإشراف والرقابة، وهذا ما يعد محاكاة للتطور الحاصل في الأنظمة المالية العالمية، وهو ما يعني حماية إضافية لجميع أطراف العملية المصرفية. فضلاً عن أن الوصول لهذه المحطة بعد يعد تتويجاً لسلسلة من التفاهمات بين الجانب العراقي ووزارة الخزانة الأمريكية. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة في حصادنا لهذه الليلة، فإن الفرح في الحمدانية أو ما تعرف ببغدادة كانت على موعد لأن تتحول مظاهر البهجة لحزن دامي بعد ليلة كارثية خلفت مشاهد مروعة لحريق هائل أكل الفرح من المدينة شيئا فشيئا، فلم يتبقى سوى الحزن السرمدي لمن نجا من عرس نينوى. وربما هذه النتيجة طبيعية لحالة الإهمال من قبل الإدارة المحلية اللي ما تتعامل مع جذور هذه الرخص الاستثمارية بحالة مهنية، وأدى هذا التلاعب لهذه النتائج المروعة اللي أعادت الحزن للمدينة الخارجة توا من احتلال داعش والمتعايشة مع طبيعة الصراع الديمغرافي والسياسي منذ سنوات ماضية. الرحمة والخلود لمن فارقوا الحياة، والشفاء العاجل لمن لامست النار أجسادهم وأصابتهم بالضرر. هذين ملفين في حصادنا لهذه الليلة راح نتابعهم ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة، وبهذا الملف أرحب بضيفي الكريم الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي، ضيفا كريما في الأستوديو. حياك الله أستاذ علاء. وكذلك أرحب بالأستاذ همام الشماع المستشار المالي والاقتصادي، يحدثنا عبر سكايب من أربيل. حياكم الله ضيوفا الكرام. أستاذ علاء، نتحدث أنه في العام المقبل راح يشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار بدلا من الدولار باستثناء تلك التي تسلم للمسافرين، يعني هذه السياسة المالية الجديدة للبنك المركزي، كيف تنظر إليها من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجه التحية لك أستاذ أحمد ولضيفك الكريم أستاذي الغالي والمميز أستاذ همام الشماع، وجه التحية له ولكل مشاهديك الكرام. حياكم الله. حقيقة اليوم البنك المركزي باتخاذ هذه الخطوة هو جاء نتيجة سلسلة الإصلاحات اللي الحزم الإصلاحية اللي أطلقها في السابق، والتي كانت توجه كل التعاملات في مزاد العملة نحو التوجه الإلكتروني والمنصة الإلكترونية وتطبيق نظام سويفت. هذا طبعا يتكلل بأنه يكون تنحصر التعاملات خلال بداية العام القادم، كل التجارة الداخلية وما موجود تعاملات في الداخل تنحصر بالدينار العراقي، وهذه نتيجة بديهية موجودة في كل اقتصاديات دول العالم تحجم وتحدد التعامل بعملات أخرى غير عملتها الوطنية، بحيث يكون التعاملات بعملات أجنبية تعامل محدود وفق محددات بسيطة جدا. وطبعا هذا نشأ نتيجة السنوات السابقة الإجراءات اللي كانت سائدة والخاطئة
استفحى الموضوع الدولار ومزاد العملة والتعامل بأكثر من العملة الوطنية، حتى التعاملات وأيضا رغبة المواطن بالادخار أصبحت تميل ميل كبير نحو الادخار بالدولار الأمريكي بدل الدينار العراقي، وهذا طبعا يضعف الثقة بالعملة المحلية وإلى تأثيرات. لكن اليوم البنك المركزي بتطبيق هذه السياسة بشكل تدريجي بحيث يعطي ثقة للتعامل بالدينار العراقي، يكون هو أكثر ثقة وأكثر توازن، وأي تعامل في سوق أخرى أو سعر آخر غير السعر الرسمي للبنك المركزي يعتبر تعاملا أسود ولتمويل تجارة سوداء، تجارة غير شرعية يمكن أن يتم في داخل العراق. وهذا طبعا دور الأجهزة الأمنية والرقابية بتحديد التعاملات بتلك التجارة التي تؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر. حياك الله مجددا أستاذ همام الشماع. يعني تحدث ضيف الكريم الأستاذ علاء الفهد عن هذه السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي. في هذا السياق البنك المركزي ماضي في الاستغناء عن التحويلات الخارجية. طيب لما يكون هنالك اعتماد المصارف التجارية على بنوك يعني تكون وظيفتها المراسلة في التحويلات الخارجية، كيف تنظر إلى البنك المركزي في هذه الخطوات التي يحاول من خلالها أن يحصر التعاملات التجارية الداخلية بالدينار؟ تحياتي لكم وللدكتور علاء الفهد ولمشاهدي قناتكم. ابتداء يعني أقول أن هذه الخطوة نظريا صحيحة تماما، ليس من وظائف البنك المركزي أن يقوم بأعمال التحويل الخارجي أو إجراء الحوالات، هذه من مهام المصارف التجارية. لذلك يعني الآن أو سوف يحاول البنك المركزي خلال الأشهر القادمة أن يجد للمصارف التجارية الأهلية علاقات مع مصارف بسيطة تسمى مصارف مراسلة تقوم بأعمال التحويل الخارجي. هو في العادة أن أي بنك تجاري لديه مجموعة من البنوك المراسلة لديه فيها حسابات، عندما تأتيه عملات أجنبية توضع في هذه الحسابات، وعندما يستورد البلد فتؤخذ من هذه الحسابات. طبعا العراق ليس لديه صادرات كثيرة بحيث توضع في البنوك المراسلة، ولكن البنك المركزي سيقوم بتغذية الحسابات الوسيطة عندما يقوم البنك التجاري بالاستيراد. الخطوة المهمة في هذا الموضوع أن البنوك المراسلة هي بنوك رصينة يعني ومعتمدة عالميا في تعاملاتها، بحيث لا تقوم بأعمال مخالفة للأعراف الدولية أو للقواعد المعتمدة في تحويل الأموال، وبالتالي يعني سيكون هنالك هامش كبير من الحرية للمصارف التجارية. لكن المشكلة أن المصارف العراقية الخاصة ليست لديها علاقات مع مصارف مراسلة كثيرة أو متشعبة، باستثناء بعض المصارف القوية برأسمالها والتي استطاعت أن تؤسس شبكة من العلاقات والمصارف البسيطة، هذه ربما لا تتعدى 10 أو 15 مصرف. لذلك كما أنها يعني ليست منتشرة في كل أنحاء العالم يعني، وبالتالي يعني الآن البنك المركزي سيساعد المصارف الخاصة في أن تكون لها شبكة من المصارف الوسيطة التي تعمل على تحويل العملة. هنا طيب. نأتي إلى الشق الثاني وهو التعامل بالدينار العراقي.
نظريا اذا استطاعت المصارف الاهليه ان تنتفي بكل حاجات البلد من الاستيرادات سوف تنتفي الحاجه الى العمله الاجنبيه في الداخل، وبالتالي سوف تكون كل التعاملات بالدولار. تبقى مشكله بعض البلدان التي الحدوديه التي للعراق علاقات تجاريه كبيره وممنوعه من قبل الفدرالي الامريكي، هنا يعني ستكون المشكله كبيره جدا في التعامل. يعني الولايات المتحده تريد ان تقطع الطريق تماما على ايران بشكل خاص من ان تحصل على العملات الاجنبيه. طيب، يعني البنك المركزي لما يسعى وصل مباشرة للبنوك العراقية مع نظيراتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري، كيف سيتحقق هذا السعي؟ طبعا هي هذه نقلة نوعية في التعامل المصرفي، تعامل الجهاز المصرفي خصوصا المصارف الخاصة. سابقا كانت هذه التعاملات تتم من خلال بنوك وسيطة كانت موجودة في دبي أو في عمان أو في دول أخرى تتعامل معها المصارف لغرض التحويلات الخارجية، وكون أن العراق يعتمد على التجارة الخارجية بنسبة كبيرة جدا، فنسبة الحوالات اليوم تشكل الحوالات المصرفية الخارجية تشكل ما يقارب 95% من حجم مبيعات البنك المركزي. وطبعا هذه الفرصة التي أتيحت لتلك المصارف هي فرصة ذهبية أتاح البنك المركزي من أجل تطوير وأتمتة عمل تلك المصارف بحيث ترتقي إلى الأطر العالمية في التعامل البنكي والمصرفي. وطبعا دعم الحكومة باستيراد أجهزة البي أو إس، وأيضا دعم الحكومة بالانفتاح على المصارف العالمية والمؤسسات العالمية، هذا إلى دور بتقليل حالة تهريب العملة وغسيل الأموال، وأيضا يجفف منابع تهريب العملات والفساد. هذا طبعا إلى تأثير كبير على إجراء الإصلاحات الاقتصادية، هذا من الجانب اللي موجود اليوم. لكن البنك المركزي هل يستطيع أن يقوم بهذه الإصلاحات بمفرده دون أن تكون هناك تعاون من قبل المصارف ومن قبل الحكومة بتدعيم هذا العمل، وربما تدخل وزارة التجارة على الخط بتوفير جزء كبير من الاستيرادات التي يحتاجها السوق العراقي بحيث تحصل على العملة بشكل مباشر من خارج مزاد العملة؟ هذا إلى دور بتفعيل الدور الحكومي أن تدخل وزارة التجارة منافسا مع القطاع الخاص بتوفير السلع والخدمات. اليوم ما يعانيه السوق العراقي والمواطن العراقي بشكل كبير، هناك سعرين للصرف للدولار، سعر في السوق الموازي والسعر المعلن في مزاد العملة لدى البنك المركزي. وعندما يحصل التاجر على السعر الرسمي من أجل تمويل استيراداته، عندما يبيع إلى التجزئة وللمواطن يتم الاحتساب بالسعر سعر السائد سعر السوق، وهذا طبعا يشكل مشكلة كبيرة وفرق كبير جدا في السعر، أسعار السلع والبضائع يتحملها المواطن، وهذا طبعا حتى من جانب شرعي وأخلاقي هذا طبعا بإشكالات. يعني من خلال منبر قناتكم ندعو كل المؤسسات الدينية أن تأخذ على عاتق هذا الموضوع، ومنظمات المجتمع المدني والحكومة أن تثقف وتوعي لهذا الموضوع في جانب شرعي وأخلاقي، أنه الدولة تتحمل تكلفة والمواطن يتحمل تكلفة والمستفيد المضاربين الذين يستفيدون من هذا الفرق. وطبعا أشار السيد رئيس الوزراء في خطابه أمام الأمم المتحدة وأيضا في لقاءات متلفزة مع شبكات إعلام عالمية أنه هناك عقوبات أخرى ستطال جزء من المصارف الأهلية التي تتعامل بالسوق السوداء ببيع العملات. وطبعا هذا هو تحذير لتلك المصارف من أجل أن يكون عملها تعامل أبيض وتعاملها بشكل حقيقي مع مؤسسات عالمية دون أن تعرض نفسها إلى عقوبات جديدة. طيب، نتحدث أيضا أستاذ همام حول يعني التحويل بعملات مختلفة من بينها اليورو، الدرهم الإماراتي، الليرة التركية، الروبية الهندية. هذه المسارات هل ستعزز من هذه التعاملات التجارية، تعزز من مسار العراق في عدم التعامل بالدولار؟ عدم التعامل بالدينار موضوع منفصل عن استخدام العملات عملات غير الدولار،
يعني طالما لدينا بنوك مراسلة في الهند، في الإمارات، في تركيا، من السهولة أن يتم الدفع بعملات تلك الدول. يعني يعزز رصيد الوسيط بالدولار، والوسيط يقوم ب أقصد البنك المراسل يقوم بالدفع بعملة ذلك البلد. يعني هي إجراءات لتسهيل عمليات التحويل الخارجي. أما موضوع منع الدولار، أنا بلغ إلى سمعي أن ربما في بداية العام القادم سيكون هنالك نقص كبير في الدولار النقدي. يعني البنك المركزي والفدرالي الأمريكي سيسعيان إلى تقليص الكمية التي تضخ في الأسواق من الدولار الورقي، على أمل أن تتوقف الاستيرادات من الحدودية، من المنافذ الغير رسمية. طبعا هذا الإجراء من الصعب تطبيقه، يعني 1300 كيلومتر من الحدود الممتدة بين العراق وإيران، وتجارة حدودية بينية حتى بين أبناء الشريط الحدودي. يعني فطبعا العراق ليس لديه صادرات إلى إيران بقدر ما هو مستورد منها، وبالتالي تزديد قيمة الصادرات لابد أن تكون بعملات أجنبية أو بالدولار بشكل خاص. هنا المشكلة ستكون بارتفاع الطلب على الدولار الشحيح نتيجة لشحة ضخة في الأسواق، وبالتالي يعني هذا قد يؤدي إلى ارتفاعات أكبر في أسعار الصرف، رغم أن الإجراء الآخر الذي سيعطي للبنوك التجارية القدرة على تمويل الاستيرادات من خلال تصرف الوثيقة ستسهل وصول البضائع، لكن التجارة الحدودية هي المشكلة. وبالتالي يعني أما أن العراق يستطيع أن يضع حاجز حديدي بينه وبين إيران ويمنع تدفق البضائع ويمنع أي عمليات استيراد من إيران، أو أن سعر الصرف سوف يرتفع إلى مستويات كبيرة جدا. طيب، يعني النظام الجديد أستاذ علاء للتحويل الخارجي وبيع الدولار، هل راح يوفر الحماية اللازمة من المخاطر لأطراف هذه العملية؟ أكيد طبعا، هو التحول إلى هذا النظام أنه التحويلات تكون من قبل التحويلات الخارجية تكون محكم عليها وفق المنصة الإلكترونية، التعامل الداخلي ينحصر بالعملة المحلية، هذا طبعا إلى دور كبير، لكن هذا يحتاج أيضا إلى أطر حماية وأيضا تجديد عمليات التجديد على عمليات التهريب إلى الخارج، لأن بالتأكيد أنه هناك تجارة أخرى مع جارة إيران تقدر بأكثر من 12 مليار دولار سنويا، وهذا طبعا يتم تمويل هذه التجارة بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية، يتم من السوق الموازي. وطبعا كل ما يزيد الخناق هذا سينحصر التعامل، لذلك يجب أن يكون هناك حماية وبدائل للتعامل اليوم، يا أما اختيار عملة أخرى للتجارة، لأن هذه التجارة لا يمكن أن تنقطع، اعتماد كبير بالسوق المحلية على البضائع الإيرانية، هذا طبعا يحدد أنه تكون هناك عملة أخرى، يا أما تكون بالدينار العراقي أو بالعملة الإيرانية أو عملة أخرى وسيطة يمكن أن تدخل، وهذا طبعا أكيد هناك سيولد مشاكل ويولد إشكاليات لدى السوق، لكن هو هذا واقع يجب أن يتم حله، لأن طال الانتظار طويلا وتعرض البنك المركزي وأيضا العملة المحلية للكثير من الاستنزاف نتيجة الاستيرادات العشوائية، هذا طبعا إلى دور سيقلل الاستيراد العشوائي، لكن هذا مرهون أستاذ أحمد بإجراءات أخرى
بتفعيل القطاع الخاص، تفعيل الناتج المحلي الوطني، المنتج الوطني، بأيضا الاهتمام بجانب القطاع الزراعي والصناعي بحيث لا يتم الاعتماد بأبسط الأشياء على الاستيرادات. يجب أن تكون هناك تؤمن بدائل داخلية. وأيضا يتم اليوم عندما انطلق السيد رئيس الوزراء بجولته الأخيرة أعلن فتح باب الاستثمار والدخول للشركات الأجنبية للاستثمار في داخل العراق. طيب. وهذا ليس على مستوى الإعمار والبناء في طريق التنمية وغيره. أستاذ على يعني جناب الأستاذ همام الشماع ركز على تحويل الأموال إلى إيران، وهنا حضرتك تتحدث عن منظومة متكاملة مع باقي دول الجوار يعني. نعم. وهذه الإشادة تنسجم مع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لما يكون هنالك تعامل تجاري مع باقي الدول؟ نعم هذا ينسجم، لكن هي حاجة السوق اليوم. البضاعة الإيرانية موجودة في السوق رغم أنه العقوبات اللي متوفرة، لكن يتم تمويلها من السوق الموازي والسوق السوداء. هذا طبعا بإيجاد محددات وفق القوانين الداخلية، قانون مكافحة وغسيل الأموال أيضا تفعيله، هذا كل إجراءات تتلائم مع هذا القانون، لكن تحتاج إلى إجراءات أخرى، إجراءات محلية تتخذها الحكومة. بأولا فتح مصانع لكل دول العالم، أنه يمكن أن تفتح مصانع في داخل العراق للإنتاج، وأيضا يتم هناك شراكات مع مؤسسات عالمية ودخول شركات استثمارية. هذا إلى دور بتحفيز العمل بالسوق الداخلي العراقي، كونه أنه يمكن أن يشكل الطلب الداخلي على تلك البضائع أهمية كبيرة بتقليل الاعتماد على الاستيرادات وتقليل حجمها. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي، أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر الموفور لحضرتك أستاذ همام الشماع المستشار المالي والاقتصادي، حدثتنا عبر سكاب من أربيل. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. حريق الحمدانية، سوء الإدارة المحلية يتسبب بكارثة إنسانية، والإهمال المتهم الأساس في القضية. حادث مفجع وكبير ولا يتصور العقل، لأنه جميع الضحايا من الأطفال والنساء والعوائل، وهذه الحادثة كارثة غير طبيعية، يشبه كوارث الزلزال والكوارث الطبيعية، وهي تقصير في البناء ومستلزمات البناء من تهوية وأمور الحريق. وعند سماعنا هذا الخبر المفجع سارعنا جميعا، نحن أهالي المنطقة من أبناء الشبك وبقية المكونات في كل القرى، وأعلننا النفير العام حيث ساعدنا في الإنقاذ والإخلاء والتبرع بالدم، وهذا أقل واجب. حال سماعنا الخبر توجهنا نحن وكافة قوات حركة بابليون أيضا معنا لإسناد لإخماد هذا الحريق في هذه القاعة ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات، حيث كان لواء 50 وكافة الألوية الحشد الشعبي وكافة الأجهزة الأمنية في قضاء الحمدانية هبت يد المساعدة من أجل نجدة المصابين والجرحى. باسمي وباسم عوائل سهل نينوى من الأقليات من الشبك والتركمان، نقدم أحر التعازي والمؤاساة إلى الإخوة الطائفة المسيحية في نينوى وسهل نينوى، وخاصة في قضاء الحمدانية وناحية برطلة. جراء حريق مؤسف مما أدى الخسائر من الإخوة المسيحية داخل قاعة الأراس، قاعة ليثم في قضاء الحمدانية. نسأل الله أن يشافي الجرحى، وسأل الله أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة ويسكن فسيح جناته. حقيقة أقدم كل شكري وتقديري واحترامي للإخوة في قيادة العمليات الحشد الشعبي وقيادة عمليات نينوى للجيش وقيادة شرطة نينوى والدفاع المدني وشباب سهل نينوى وشيوخها وعشائرها وشبانها، سرعان ما هبوا إلى المنطقة وتبرعوا بالدم وأخلوا الجرحى وأخلوا الشهداء والرفات. نحن أبناء سهل نينوى من برطلة، جينا
شيب وشباب سمعنا بالحادث الساعة 10 وكنا توجهنا إلى الحمدانية لمساعدة إخواننا المسيحيين. هي هاي التعايش السلمي اللي بدنا نحكي عليه، والحمد لله والشكر تم إخماد الحريق بالكامل، والآن الإسعافات تنقل الجرحى والمتأثرين بالجروح البليغة. والحادث مفجع بصراحة، نعيد ونكرر نقول التعايش السلمي بين كل المكونات، ماكو فرق بين مسيحي ومسلم وشبكي وتركماني، نحن في سهل نينوى كنا واحد. والفاجعة أليمة أليمة أليمة، والله يصبر ذوي الضحايا والله يشافي الجرحى. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، ونعزي ذوي الضحايا بهذه الفاجعة، وكذلك منياتنا بالشفاء العاجل للجرحى الذين لامست النار جلودهم. أرحب بضيفي الكريمين، الأستاذ سرمد البياتي الخبير في الشأن الأمني ضيفا كريما في الأستوديو، حياك الله أستاذ سرمد. وكذلك أرحب بضيف الكريم أستاذ سعدي الجبوري القيادي في تحالف تقدم، يحدثنا عبر سكايب من نينوى. أستاذ سرمد، نتحدث عن هذه المأساة وهذه الفاجعة. توجه وزير الصحة وزير الداخلية بأمر من رئيس الوزراء، وكانت هنالك يعني خلية عملياتية، ولكن الحادث ملابسات فيه، يعني أيادي خفية فيه، من وجهة نظرك؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نعزي عوائل الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. خلنا نترك موضوع الأيادي الخفية بالوقت الحاضر أستاذ أحمد، وخلنا نتكلم على موافقات صالات الأعراس والمناسبات وحتى مجالس العزاء. هذه بالنسبة لصالات المناسبات، يجب أن تكون هنالك موافقات من هيئة السياحة، موافقات من البلدية، موافقات الدفاع المدني، وموافقات أخرى تطلبها مثل هذه القاعات. أما أن تنشأ مثل هذه القاعات بدون هذه الموافقات، يعني السياحة، الدفاع المدني، البلدية، غيرها، هذه هنا تصير عندنا هاي المشاكل. واستاذ احمد، نعم. يعني الان توجيه السيد رئيس الوزراء بانه فحص كل قاعات المناسبات وحصول الموافقات عليها، لذلك انا يعني حقيقه استغرب من مثل هذه الموافقه، من مثل هذه القاعات اللي بدون موافقات. شوف النتيجه كيف احنا صار هذا الموضوع. القاعه ما بها مخرج طوارئ، القاعه بها منفذ واحد. تصور بعد نصف ساعة يا الله اجت آلية دفعت الجدار، وسقط الجدار ايضا على الناس الموجودة. هذه يعني هذه مشكلة كبيرة. الألعاب النارية، من الذي يستوردها؟ من الذي يستوردها؟ المنافذ الحدودية ماذا تعمل هي والجمارك في هذا الموضوع؟ يا ما تكلمنا عن موضوع الألعاب النارية وغيرها وغيرها وغيرها، تكلمنا عن هذا الموضوع. فلذلك هذا الموضوع المعالجات لم تكن ضمن المستوى المطلوب. يعني عذرا استاذ احمد، احنا نتكلم بصراحه في هذا الموضوع. احنا من الداعش انا كتبت هنالك كارثه وقعت في الموصل. طيب احنا وين الجهات المسؤوله عن هذا الموضوع؟ لماذا لم تتحرك بسرعه؟ إلا الإقليم بعث عجلات، بعد ذلك تم بعثوا كم سيارة من الموصل أو من كركوك، أو بعد شنو؟ بعد شنو؟ الجرحى يعني أنا أرى بأنه ردة الفعل كانت غير قوية. ما كان المفروض نعطي مثل هذه الخسائر، يوصلون للمئة، جرحى 200. طيب هذا يعني هذا الموضوع سيتكرر، وانا اقول لك سيتكرر. اين تحوطات الامان؟ اين سلالم النجاة اللي كانت سابقه قبل بالعمارات وبالبنايات السكنيه؟ وين هذه سلالم النجاة؟ وينها وينها؟ كثير من الامور اللي احنا نتخوف منها في هذا الموضوع. للاسف نحتاج إعادة ضبط الوضع الداخلي من هذه النواحي. طيب. نحتاج نعيد تحوطات الأمان. هاي الشورجة، هاي أبسط شيء الشورجة. هذه الكرات هذه ب4000 أو 5000 دينار، هاي بتطفئ الحرائق الفورية. نعم. يعني ما لها قيمة، ممكن أن تفرض على المحلات وعلى الجميع
من أجل أنه نحمي المواطن من مثل هذه حادث مؤلم. كنا نتمنى أنه ما يحصل وكانت مناسبة مأساة للأسف صراحة. يعني للأسف. أستاذ سعدي حياك الله مجددا، ونتحدث عن الموصل اللي كل ما حاول المواطن يفرح تتحول فرحته إلى مأساة. ليس بعيد حادث العبارة في العيد، اليوم مناسبة فرح وزواج، ومن ثم من شيء بسيط، ألعاب نارية بسيطة، وإذا يؤدي بكارثة إنسانية. ليش هذه الأبنية ما تراعي شروط السلامة والأمان والمتانة؟ حياك الله أخي أستاذ أحمد، تحيات للضيف الكريم. حياك الله. بداية نعزي أنفسنا ونعزي الشعب العراقي بهذه الفاجعة الكبيرة التي حلت في محافظة نينوى. والحقيقة يعني التقصير واضح من الجانب الحكومي بإعطاء الموافقات لمثل هكذا قاعات لا يعني تمت إلى شروط السلامة العامة. وأبسط أمور السلامة العامة اللي هي مثلا يمكن أن تتوفر بالقاعات والمناسبات هي ما متوفرة بهذه القاعات، مو بس هذه القاعة اللي احترقت، وكثير من القاعات الأخرى الموجودة اليوم في محافظتنا وباقي المحافظات، والأسباب عديدة، يعني منها أنه حتى الرخصة القانونية اللي ممكن أن تمنحها تلجأ بها يعني عدة معرقلات، بحيث أنه القاعة يبنونها على شكل أنه قائم للإزالة في أي وقت، فتشوف ما يعني لأن عدم حصول الموافقة يتوقع في أي لحظة تزال هذه القاعة، فيسويها فتشي يعني مؤقت، خلينا نقول بالعاميه نحكيها مؤقت، شيء مؤقت. يعني مثلا هذه القاعه لو كانت مصممه ضمن يعني الاسس الصحيحيه للسلامه العامه، هذه النيران لو كانت ماده الطابوق الحراري موجوده بها تستغرق من ساعتين الى اربع ساعات يلا تحترق، في حين انه شهود العيان كما نقلت الحادث ما طولت الى من دقيقتين الى اربع دقائق، القاعه بالكامل اشتعلت. فإذا يعني من تجي تنظر لها من هذا المنظار المأساوي، فهي الحكومة بالبداية تتحمل المسؤولية، مسؤولية من جانبين، يعني الجانب الأول أنه هي ما سمحت أنه تكون قاعات دائمية وضمن موافقات، تنطي موافقات رسمية حتى اللي ينشأ هذه القاعات ينشأها ضمن المواصفات لأن شيء دائمي. والشيء الثاني ما منعت منع نهائي انه تكون قاعات بهالشكل هذا. بالتالي النتيجه المواطن هو دفع ثمن، والمواطن هو كان الضحيه، وفي كل مره تتكرر علينا هذه المآسي. ومستشفى ابن الخطيب مثل ما يعني تفضلت، العباره وغيرها وغيرها من نفس النوع من الحوادث تتكرر، ونلقى المسؤولين يجون مجرد حضور، ويعني محملين الشجاعه الماليه يعني انه حضر ويعني اشرف او سوى محمل الناس مانيه انه حضر، انت اساسا المشكله، انت اساسا من المشكله، يعني انت متهم مثل ما متهمين الباقيين، يعني انت يعني لو بغير دوله الحكومه تقدم استقاله على هيك حوادث. فنشوف يعني رده الفعل انه يعني مسوي فضل على الناس، انه هذا واجبك، هذا واجبك انه تحضر، واجبك توفر العلاجات، واجبك توفر المستشفيات، وما يبقى الشعب يعني مو هنا العتب استاذ سعدي. هل هو العتب يقع على الحكومه المركزيه بالدرجه الاساس لو اكو حكومه محليه في محافظة نينوى؟ وهذا مو أول حادث ذكرت لك حضرتك، الحادث أنت العبارة، يتحمل المسؤولية، وبالتالي وبالتالي هنالك مجالس محافظات عندما نقول انها حلقه زائده، حلقه فساد كما يشيع البعض، ولكن لو كانت هذه المجالس قائمه ومنتخبه وتحاسب الفاسدين ما كانت لافيه مثل هكذا حوادث على اقل تقدير. اكيد اكيد مجالس المحافظات من الناحيه الدستوريه والقانونيه هي وضعت لمعالجه ومتابعه هكذا مشاكل، اما جلب الفساد اللي صارت ضمن المجالس واللي هي معروفة حقيقة هي هذه نتاج اختيار المواطن وعزوف المواطنين على المشاركة، فتنتج شخصيات يعني مع الأسف
نقول عليها انه هي تمثل المحافظه، ما تمثل المحافظه وانما تمثل الاحزاب وتمثل جهات معينه تبحث عن المنفعه الحزبيه والشخصيه. اما لو كانت المشاركه فعاله من قبل المواطنين سوف اكيد تنتج شخصيات يعملون بجد من اجل المواطن، ولهذا دائما نحث المواطنين على المشاركه بالانتخابات ونحثهم على انه يعني لا يسمحون بتسلق الفاسدين الى سده الحكم حتى لا نقع مثل هذه المشاكل. طيب استاذ سعد، خلينا نذهب الى استاذ سرمد. يعني لما نتحدث عن واجبات الحكومه المحليه، وحضرتك ايضا ذكرت والسيد الضيف الاستاذ سعدي ذكر بان هذا واجبها، وجنابك تفضلت على قضيه الرخص والموافقات من الجهات التي تمنحها للمواطن والمستثمر لبناء هكذا قاعات، بالتالي يبدو أن المسؤولية تشاركية بين المواطن وبين الحكومة المحلية وصولا إلى الحكومة المركزية اللي بوزرائها وبتوجيه رئيس الوزراء ذهبت إلى هناك، بعض الوزارات متمثلة بوزرائها كالصحة والداخلية. أستاذ سرمد، نعم. العفو، عفوا، أنا تكلمت على موضوع، يعني موضوع أستاذ أحمد جدا مهم. الحساب يجب أن ما يكون على القاعة فقط، على صاحب القاعة واللي لزموهم أعتقد 14 واحد، لكن الحساب يجب أن نصعد إلى مقام القضاء، نصعد إلى المحافظ، نصعد إلى كل الجهات اللي سمحت بمثل هذه القاعة منذ 4 سنوات، يعني 3 رئاسة وزراء مرت عليها، منذ 4 سنوات هذه القاعة تستمر يوميا. لذلك هذا اللي أتكلم عليه آني، أتكلم أنه هذول كلهم يجب أن يكونون محاسبين عن ما حصل من كارثة اليوم. الدول العربية تصور بوتين نفسه دز رسالة رئيس جمهورية، رؤساء دول، هذه مثل هذه الحوادث تهز الداخل العراقي وحتى تهز الخارج العراقي، أنه كيف هذا يصير. تعرف أنت البارحة والله خابروني من الخارج بالليل بالوحدة وبالثنتين بالليل، ناس مسيح أهلهم، يعني هم عايشين برا أهلهم بالداخل، فلذلك يخابرون يابا يقال بأنه فلان عائلة توفت كلها، فلان عائلة الموضوع انتشر كالنار في الهشيم، زين ما تستطيع تلمه. لذلك يجب أن يكون الحساب في هذا الموضوع عسير. وأنا أنبه أستاذ أحمد، جايتنا رأس السنة الميلادية ايضا راح ترجع نفس الالعاب الناريه وبقوه، وايضا راح تصير حرائق، وايضا راح تصير حرائق، زين. هذا السندويش بانل والكوبوند هذا اللي دنبني من عنده، هذا 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 كارثه الوحده، كان هذا اصلا ممنوع البناء به، للعلم ممنوع البناء به لان سريع الاشتعال. اي طيب ليش انتم دا تسوون بناياتنا صارت كلها كوبوند وسن بيوت دا تبنى من السندويش بانل لرخصة تمر الأمور به سريعة؟ هذه يجب أن تكون عليها محاسبة تامة، يجب أن يكون هنالك إعادة تقييم لهذا الوضع. مثل هذه المواد ما تدخل يا أخي، ما تدخل، تستخدم لأغراض معينة للمشاريع الخارج بغداد لهذه، بس ما تستخدم بنايات. اذهب الآن المطاعم وغير المطاعم الموجودة بغداد، ترى كلها من هذه البنايات، كلها تلقي طابق ثالث طابق ثانية، كلها من هذه البنايات من أجل أن لا يخسرون يعني مبالغ إضافية في هذا الموضوع. نعم. طيب أستاذ سعدي، يعني لما نتحدث عن استثمار هكذا حوادث سياسيا، وهنا أقصد إلى اللغط الدائر بين المكون المسيحي بقيادات السياسية وبين إقليم كردستان، وأيضا هنالك تقاذف لكرة النار، هل نحن في وضع يسمح بهذه المناكفات السياسية والمزايدة على دماء وأرواح الضحايا؟ حقيقة يعني أغلب الأحيان في كل أمور حياتنا، وهذا الجانب المفروض يعني حقيقة يعني نجنب المواطن عن هذه المناكفات السياسية ونبعد عن هالمشاكل اللي بين المواطنين، ونتمنى ان تكون يعني اجواء ديمقراطيه بحيث انه المواطن يعبر بصدق عن خلينا نقول رغبته بالعمليه السياسيه، وتكون عنده ثقه باي حكومه محليه سوف تنتجها الانتخابات،
اما الواضح حاليا اللي من هذه المواقع تشوف يعني الكتل تحاول يعني كتله تسقط كتله، كتله تحاول انه تستغل المواقف يعني سواء سلبا او ايجابا لصالحها، وهذا حقيقه ياثر بالدرجه الاولى على المواطن. فيما يخص بالنسبه للموافقات اللي هي الاغلب الموافقات اللي تفضل الضيف للقاعات وهاي الامور اكثريتها تكون للي داعمينهم الاحزاب ودعمتهم جهات معينه، يعني مواطن بسيط ما ممكن ان يحصل على اي موافقات او يحصل، يعني ترجع بالنتيجه اذا هي الاحزاب هي اللي تتحمل وال يعني الجهات السياسيه تتحمل المسؤوليه بهذا الجانب. ونكرر ونعيد انه على اهلنا في محافظه نينوى ان يعود درس وان يكون لهم مشاركه حقيقيه وان يختاروا الاشخاص الذين هم يمثلونهم بحق والذين يتمتعون بالنزاهه، حتى لا تنتج حكومه محليه ضعيفه يستغلها ضعف النفوس والنتيجه سوف تنعكس عليهم في المستقبل. طيب استاذ سرمد، يعني لما تكون هنالك يعني مظاهر كالحداد وبرقيات التعزيه والى اخره، نحن اليوم امام بصراحه مشهد ماساوي. اتخاذ الاجراءات اللازمه هسه مره على سبيل المحاسبه ومره اخرى على سبيل المتابعه لتلافي حدوث هكذا حوادث، لما يفتح تحقيق ونتائج تقدم خلال 72 ساعه ومنع هكذا حالات من الحدوث، هل من الممكن ان تكون هنالك مسارات للتاكد من المطاعم مثل ما تفضلت حضرتك، الكافيهات، المباني؟ ممتاز ممتاز. فرض سؤال. فرض هذه السيطره كيف يتم؟ هذا احنا استاذ احمد احنا تعلمنا على عقوبات، احنا كشعب عراقي للاسف يعني تعلمنا على عقوبات. اولا مثل هذه المواضيع ماكو يجي ابو قاعه اني تابع للجهه الفلانيه او اني اقربائي كذا او اني بالجهه الامنيه الكذا، ابدا. الدفاع المدني ياخذ دوره حقيقه، ياخذ دوره الواقعي على ارض الواقع زين، ويفرض غرامات هم ما يستطيع يفرض، اكو جهات من الداخليه هي اللي تجي تفرض هاي الغرامات. لذلك هذا نوع البناء هذا وعدم الموافقات هذا من الغد يتوقف. احنا ندري راح تصير عقوبات وعرفنا النتائج، لكن اللي احنا نريد هسه الان حاليا عمل حقيقي من اجل ايقاف هذا التدهور لكي لا تحصل حادثه اخرى مثل هذا النوع. نعم. طيب هنا نتحدث ايضا استاذ سعدي عن تحمل المسؤولية، وهنا مقبلين على مرحلة انتخابات، والمواطن العراقي لما وصل الألم إلى داخل بيته وإلى أن يفجع بأحبائه، كيف ننظر إلى المرحلة والاستحقاق المقبل؟ نعم أخي، مثل ما ذكرت لك يعني هي الكرة اليوم ملعب المواطن، وإحنا مقبلين على انتخابات، والانتخابات هي اللي قلت لك راح تفرز الحكومه المستقبليه. فاذا صارت مشاركه، نسبه المشاركه من الذين عازفين على المشاركه ونسبتهم تصل في اغلب الانتخابات نسبة 80% ما يشاركون بالانتخابات، وال 20% اللي يشاركون حقيقه خلينا نحكيها بصراحه، ال 15% مؤدلجين لجهه معينه سواء ماديا او شراء ذمم او اي استغلال، و 5% اللي هم اصوات شريفه تروح تحاول تغير ولكن لا جدوى من التغيير، لان نسبه المشاركه للي مؤدلجين مثل ما قلت لك هي اعلى. اما اذا ارتفعت نسبه المشاركه من الاصوات الشريفه الاصوات اللي تبحث عن مصلحه المدينه وما ينتظرون يعني انه ليصير تغيير من خارج العراق وينتظرون، نتمنى يعني المواطن ايضا يعني يكون على قد المسؤوليه، لانه بصراحه يعني هذه الاجراءات يعني تمس حياته فضلا عن تمس الواجبات والخدمات اللي تقدم له. اسمح لي اوصل الفكره، يعني مثل ما نشوف بين فتره وفتره تطلع انه راح يصير تغيير من خارج العراق وراح امريكا تغير هاي الامور، المفروض احنا الخليه خلفنا ونمشي احنا ماضيين بعمليه سياسيه صار لنا 20 سنه. بالتاكيد الانتخابات
هي الفيصل الدروس القاسية نتمنى أن تكون هي حافلة بالإصرار مثل ما تفضلت حضرتك. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سعد الجبور القيادي في تحالف تقدم، حدثنا عبر سكاب من نينوى، وضيفا كريما في الأستوديو الأستاذ سرمد البياتي الخبير في الشأن الأمني. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.